قال لو دوانيا والودا قالوب يا انكارتو ايدينك اذا حيستا. وقد نزل عليكم في القتال ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ورايات اله ما كفرنا نلقى إلهي وحن هر بلنتي نكو قاضية أما إنا مقدسة وقتها أما إن شرعي قال الله أسعي هرت محلوك يدنيا محلوك يا إلهي محلوك يا إلهي توحص والصخواي قرواي شرع ماها شيطان واي مالا لكينا ينت قابادة كفس الشادة وصومال الله لقاء أسعي رين مقدسة ربعين على الله وبوت الله لقاء أسعي سببت أرين مقدسة ودي دنتي إلا أسعي أني والبا منتو غسو قيل لي إساق الشيخ هبل وطا من شعب صومالي الحلوان وطاي مثل قال حساب كيس الحلوان وطاي. واي وحنا لو كينا حمانتا بدل هرتو.